حاجات كتيرة تسبق تفاصيل حياتنا كل يوم. لو أنا وأنا وحب يلمس قلبنا وقت اللزوم، أيام تفوت وسنين تمر بين السعادة أو الهموم. ساعات حلاوة الدنيا بتطلع من قلب الجرح، واللي شاف العذاب يقدر يعني إيه الفرح. ساعات حلاوة الدنيا بتطلع من قلب الجرح، واللي شاف العذاب يقدر يعني إيه خطوة هتاخد وتمشي فين؟ مين فينا عارف باقي في عمره لحظة أو سنين؟ وجعنا دموع لبعضنا، وضحكة زي الشمس بتشق الغيوم. أيام تفوت وسنين تمر بين السعادة والهموم. شاهد، الحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك. اتفضلي اتفضلي. لا خليها انا اجيبها. اتفضلي. شكرا. نورت يا شاهد. بص يا شاهد، انا في الحقيقة هضطر اسيبك وانزل عشان ميعاد العيادة ومش عايز اتأخر عليها، بس اوعدك ان انا كمان مش هتأخر وهاجي على طول. لا خد راحتك على الآخر، أنا بس يعني جاية أقضي كام يوم هنا وهمشي على طول. ده بيتك يا حبيبتي، بس قولي لي أنت كويسة؟ أصل مامتك قالت لي إنك أنت جاية تقعدي كام يوم، بصراحة كده قلقتي يعني. لا مفيش أي حاجة ما تقلقش، شوية مشاكل بسيطة. أنا بس قلت يعني بما إن هاجي وأعمل تحاليل قلت أقعد كام يوم أهو تغيير جو برضه. نورتينا، تعالي بقى أوريكي أوضتك، تعالي. ايه برضه مش عارفه توصلي له؟ معلش يا ماينو، يعني اصل بصراحه يعني قفشكم متلبسين. ايه؟ انت بتهزري ولا ايه؟ معلش يعني انا كنت بقلش بس كده علشان افكك، كنتش عارفه انك هتاخديها جد قوي كده. انا مفيش على راسي بطحه عشان اخدها جد قوي كده. انا بس صعبان عليا يبقى فاكر حاجه غلط. ممكن ما نرجعش تاني، بس ما نبقاش سايبين بعض على حاجه مش حقيقيه اصلا. يعني هيروح فين بس يا ماين؟ روقي بقى علشان هو كمان محتاج انه يروق. بعدين خلاص انت رايحه المستشفى، ما تنخربيش بقى على الخناق، يعني قضي الوقت ده كده ريلاكس وفريش، وهو هيظهر. هو مين ده اللي هيظهر؟ مش عايز اكل. معلش هو لسه ما كلمكيش؟ ان شاء الله عنهن ما اكلمك اصلا. ايه يا حبيبتي، ما تخليش البجاحه تاخدك قوي كده، يومين وممكن يتصالحوا وترجع الميه لمجاريها، ساعتها بقى شكلك هيبقى زفت. وانت عايزاها تصالحوا بعد اللي عمله ده؟ ليه ان شاء الله؟ ايه يا بوتاجاز ما تشعلليهاش. بصي يا لولو، عادي يا حبيبتي، لما تحبي كده هتعرفي انه في العلاقات عادي انكم تتخاصموا وتتصالحوا عادي. ما بقاش غيرك انت يا ساره اللي تدينا النصايح عن الجواز. ايه يا فصل ده؟ بقول لكم يعني انتوا الاثنين انا مش ناقصه دوشه بجد دلوقتي. انا بس اطلعي بره، خدي الاكل ده انا مش عايزاه. لا انت كمان انا مش عايزه اكل، شكرا، عايزه انام، عايزه ارتاح، عايزه اقعد لوحدي. طب انا هسيبك. مش عايزه اكل يا عليا، مش عايزه. اتفضلي وانت كمان اتفضلي. ما كانش قصدي حاجه. أنا عرفت من جدتها إنها تعبانة شوية، فقلت أسألك يمكن تكون تعرف عنها أي حاجة. وأنا هعرف أكتر من جدتها يا عم نعيم. وبيني وبينك أنا من يوم ما حصلت المشكلة ما اتكلمناش. وهي برضه مقصرة مع هبة على فكرة. أنا ما رضيتش أسأل زوزو عنها ومش هسألك. أنا المهم عندي أنتوا كويسين ولا لأ؟ إن شاء الله هي هتبقى تمام. وأنت؟ أنا بصراحة متضايق. ما كنتش عايز أكون السبب في اللي حصل لها. ما كانش قصدي. أنا كنت فاكر إن وقوفي جنبها هيهون عليها. بس واضح إن العكس هو اللي حصل. بص يا سيدي، أنا عرفت أمينة وهي في أول تعبها، وعرفت أمينة وهي وسطيكم، وأقدر أقول لك إن في فرق بين الاتنين كبير أوي. حبيبي، الفيلم ابتدى بره، هتيجي تقعدي معانا؟ انت لسه بتتخضي لما بتشوفيني كده يا ماما؟ لا، انا بزعل من نفسي لاني مش عارفه اساعدك، مش عارفه اعمل لك حاجه، عايزة أشوفك مكسورة. اليوم كان بمزاجي. أنا عارفة إن موضوع عمر ده مش بسيط ولا سهل عليكي، إنما أنتي لازم تبقي عارفة إن اللي يسيبنا في موقف زي كده ما يستاهلش أبدا إن إحنا نزعل عليه. أنا مبقتش عارفة أي حاجة، مش عارفة اشمعنى أنا اللي بينزل عليا المصايب دي كلها واحدة ورا التانية، ليه؟ تعبت. هو أنا بني آدمة مش كويسة؟ ليه بيحصل فيا كده؟ حتى العلاج مش عارفة هيجيب نتيجة. هيجيب نتيجة. أمينة، عمر جبان. مش عارفة حتى ألومه. شيلة تقيلة برضه. بس كانت تقيلة عليا أنا نفسي مش عارفاني. أنا عايز أفهم بقى أنت إيه اللي مضايقك؟ أنا مش متضايق من حاجة. أنت من ساعة ما الراجل قال لك إن أنت اللي مسافر السفرية دي وأنت قلب وشك. كأن مش أنت اللي طلبت يعني إن أنت تطلع بنفسك. هو بس عشان الأمور بتحصل بسرعة وبشكل مستعجل كده وأنا مش متعود على ده، فده منرفزني. بص يا عمر، يعني أنا مش عارف اللي حصل. بس يعني لو أنت خدت قرار إنك أنت مش عايز تكمل، أحسن حاجة إنك تسافر أسبوعين 3. طول ما أنت هنا مش هتبقى مرتاح. ما هو المشكلة إن أنا مش عارف أصلاً اللي أنا قررته ده غلط ولا صح. قول عليا بقى ضعيف، جبان. ممكن أكون كمان بحبها زيادة عن اللزوم لدرجة إني مش قادر أشوفها وهي عاملة كده. مش عارف. بس اللي أعرفه دلوقتي إن أنا مش قادر أكمل. ومش عارف أقف جنبها إزاي، وفي نفس الوقت مش مستحمل إن ناس تانية تقف جنبها وتساعدها. فالموضوع ما بلخبطني، فمش مخليني أبقى طبيعي خالص. مش عارف أقول لك إيه بصراحة. مينا؟ ازيك؟ عاملة إيه؟ ازيك يا حازم؟ أنا لازم أروح الاتش آر، يعني تشربي حاجة؟ لا ميرسي. عن إذنكم. اتفضلي. دبي فجأة كده؟ لا مش فجأة ولا حاجة، ده موضوع كان معروض عليا من زمان ورفضته وبعد كده فكرت فيه تاني. ده انت مش بس مش بترد على المكالمات، ده انت هتسيب لي البلد وتدفش. أنا مش هعمل عملة عشان أطفش يا أمينة. وكنت ناوي تقولي ولا كنت هكتشف بعد ما تسافر؟ ما أنا أظن يعني إن إحنا بطلنا نبلغ بعض بخط سرنا أو نعرف عن بعض أي حاجة، مش زي الأول. لا ده مش حقيقي. وإذا كنت أنت ساعتها متعصب ومش عايز تسمع، فأنا دلوقتي برضو مش عايز أسمع ولا عايزك توضحي لي أي حاجة. أنت حرة تعملي اللي أنت عايزاه مع اللي أنت عايزاهم. وأنا يعني أنا مش عايز أأيدك. تأيدني؟ لا هي ما اسمهاش تأييد. هي اسمها 2 بيحبوا بعض ومرتبطين وبيحاولوا يلاقوا حلول للمشاكل سوا. ده إذا كان في أصلاً حل ولا إيه؟ طب أنا بقول لك تاني، أنا في دهشور كنت هناك عشان هبة، وسليم ده كان موجود بالصدفة فعلا. ومش بقول لك كده عشان أنا حاسة إن أنا عملت حاجة غلط بحاول أبرر، لأ. أنا بقول لك كده عشان لو أنت عايز تاخد قرار تبقى واخده وأنت فاهم كل حاجة. زي ما أنا دلوقتي فهمت كل حاجة، اتأكدت من اللي حسيته. بصي يا أمينة، أنا مش عايز أظلمك، بس برضه مش عايز أظلم نفسي. أنا ما كنتش أتمنى إن الأمور توصل بينا لكده ولا إنها تخلص بالشكل ده. حسيته كان صح. انت عايز الموضوع يخلص بالشكل ده مش بالشكل ده. بصي واللي انا شايفه دلوقتي انك مش المفروض تفكر في اي حاجه تانية غير صحتي. كان عادل موجود؟ لا لسه ما جاش. طب اتفضلي. هو كان قايلي ان هو جاي 6:30. كلمني وقال لي جه الساعة 6. تشربي حاجة؟ ميرسي. شاي، عصير؟ لا شكرا. طيب البيت بيتك بقى، انت مش غريبة. انا هدخل اخد شاور. على فكرة ده حمام الضيوف، الحمام اللي فيه البانيو من الناحية دي. ازيكم يا بنات؟ الحمد لله. ازيك انتي؟ كويس ان حضرتك جيت عشان تقعد مع علي، عشان ما تقعدش لوحدها. كنت داخله اخد شاور. طب اقعدي. انا كنت طالع وفاكر ان انا هلاقي البيت متكسر مليون حته في ال5 دقايق دول. اصل انتوا الاتنين لسه ما تعرفوش بعض كويس. بس لما هتعرفوا بعض كويس هتلاقوا ان طباعكم انتوا الاتنين زي بعض بالظبط، خصوصا ايه؟ في العصبيه والنيرف العالي. ها مبسوطين دلوقتي؟ يا علي يعني ما بقيتيش عيال اهو واتحطيتي قدام الامر الواقع. وانت يا شهد ما طلعتيش مهمشه زي ما بتقولي. انا جبتلك علي اهو، الوحيده اللي لسه ما شافتكيش. على فكره شهد لسه واصله من اسكندريه دلوقتي، وبكره الصبح هتروح المستشفى عشان تعمل تحاليل. طيب يلا روحي انت خدي الشاور بتاعك، وانا وعليا هنروح المطبخ نحضر العشاء. بعد اذنك. اتفضلي. يا خبر، كنت حاسه ان البيجامه النبيتي اصلها على المنشر، هروح اجيبها. مفيش داعي يا زوزو، انا واخده بيجامات كتير اصلها تقيله يا نور عيني، وهتدب فيكي يا حبيبتي. صباح الخير، كله تمام؟ صباح الفل. هنبتدي على طول؟ مالك مستعجله قوي كده عشان تبتدي؟ انا مستعجله عشان عايزه اخلص واخرج. تعالي يا شهد، تعالي يا عزه. شهد جايه تسلم عليكي، هي عملت التحليل والنتيجه طلعت مطابقه بنسبه كبيره، وكفايه انها متبرع مناسب لو احتاجنا لده. ألف سلامة يا أمينة، إن شاء الله يا حبيبتي هتخفي وتبقي زي الفل. الله يسلمك يا شهد. إن شاء الله هتقومي بالسلامة يا حبيبتي. إن شاء الله يا طبت. شكرا. لينا عادة إن شاء الله، بس يخرجني من هنا. ده أكيد. شاهد لسه قاعدة كام يوم. طيب نستأذن إحنا بقى. سلامتك مرة تانية. شاهد متشكرة أوي. طيب أنا لسه موجود في المستشفى لو احتجتي لأي حاجة. ساعة كده وهنبتدي الكيمو. يلا بينا. اتفضل يا جميل. مالك يا ماين؟ ماليش. زهقت. أنا عارفة. حاسة بيكي ومقدرة، بس خلاص هانت. هانت عشان يحصل إيه بقى؟ أنا كان المفروض أخف عشان أرجع لحياتي. هي فين حياتي؟ كل الحاجات اللي كنت بحارب علشانها مبقتش موجودة. أنتِ عارفة إن شاء الله كل الحاجات كله بيعدي. الوجع بيعدي والزعل بيعدي. أنا بس مبقتش عارفة هستحمل لحد ما كل ده يعدي ولا لأ. حبيبتي ماما في حاجة بتتحرق. الخضار. هو أنتِ هتروحي لربنا؟ ليه بتقول الكلام ده يا زياد؟ عشان جدة جودي كانت تعبانة وزعلانة وراحت لربنا. ممكن تاخدي الدواء ما تزعليش. عشان مش عايزك تسيبينا. انا مش هسيبكم. انا هاخد الدواء وهبقى كويسه عشان انا مش عايزه اسيبكم. يا عيني على الاحضان الساخنه. يلا يا حساسه الجيل علشان تخلص الهوم ورك بتاعك والا مفيش شوكليت. يلا يا جميله. الو. ايه يا مجنونه، اخبارك ايه؟ هتسافري؟ مبروك. هتسافري تروحي فين؟ لا طبعا، لا هجيلك طبعا. وانا ينفع ما اسلمش عليكي يعني؟ ماشي خلاص، باي باي. اعملي حسابك هنخرج يوم السبت. ايوه بقى، ايوه بقى. حضرتك صحيت من النوم؟ الحقيقة أنا ملحقتش أنام. أنتِ نازلة؟ عندي واحدة صاحبتي من أيام المدرسة عايشة في دبي، فنازلة القاهرة أجازة، قلت أنزل أشوفها. طب قولي لي، أنتِ فاضل لك كتير في البتاع ده، أصل ده صوته مزعج أوي. لا هو بس فاضل القصة دي. طب شهد، حاولي بالليل ما تتأخريش. ها؟ وانتي بقى اتعودتي على مصر، على القاهرة يعني، ولا لسه مستغرباها كده شوية؟ يعني مش قوي يعني، هي اسكندرية أصغر بكتير قوي من القاهرة، القاهرة كبيرة قوي. بس عندي مشكلة بقى إن أنا لسه مش عارفة ألاقي صحاب، بس في صحاب بساط كده يعني، من اللي هما كانوا معايا في المدرسة ونقلوا القاهرة. إحنا ما بنعرفش نعزم على حد. كلي يا حبيبتي. والله أنا أكلت كتير جدا، تسلم إيديكوا، الأكل حلو قوي. خصوصا كمان ان انا فطرت الصبح فلافل. ايه الفلافل دي يا حبيبي؟ طعميه بس بالاسكندراني. بس انت يعني ما بتتكلميش اسكندراني يعني، مش اربع وطلعت ونزلت وكده يعني. هو يمكن السبب ان انا ما اتربيتش في اسكندريه من صغري، جيتها على كبر. وكان في كمان ايوه اسكندراني صح؟ دي بقى بتاعت الافلام، ما حدش دلوقتي بيقولها في اسكندريه. كليشيه يعني؟ معلش معلش. أنكل كان بيقول انك بتدوري على شغل؟ بتدوري على شغل هنا؟ بدور هنا وفي اسكندريه كمان. انت كنت بتشتغلي فين قبل كده يا شهد؟ كنت بشتغل في خدمه العملاء في بنك، بس بصراحه يعني حابه اغير المجال. مجال خدمة العملاء يعني مش شايفة إن الشغل فيه الواحد يقدر يكبر فيه ويطور من نفسه، فحابة أدور في أي مجال تاني يعني مختلف. يعني بتدوري فين؟ فين؟ يعني دورت في الإنترنت، في الإعلانات بتاعة الجرايد، وأهو يعني الأسبوع الجاي عندي ميتنج، ربنا يسهل. ما دام بتسعي يبقى ربنا هيسهل. هو هنا أو هناك اللي فيه الخير يقدمه ربنا إن شاء الله. والله بس يعني اللي لسه عاملي قلق إن أنا مش عارفة هستقر فين، عشان أنا لو استقريت هنا في القاهرة أكيد ماما هتيجي تقعد معايا، بصراحه مش عارفه بقى هي هتعمل ايه بالظبط. لسه واحنا جايين كانت بتقولي انها نسيت تجيب الهدوم اللي هتلبسها في المقابله اللي هتعملها الاسبوع الجاي، وكانت بتفكر انها ترجع اسكندريه تجيبهم. والله انا كان بودي اخدك، بس انت شايفه اليومين دول ممكن اعطلك. بس ساره وعليا هارسين مولات مصر، ممكن ياخدوكي. لو تحبي تروحي اكيد ممكن اخدك. مش عايزه اتعبك واعطلك معايا. لا 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 لا، عليا بتشتغلش وساره كمان، يعني ممكن ياخدوكي يودوكي اي حته انت عايزاها. هو الصراحه ما حدش بيشتغل في البيت ده. كلي كلي. تمام 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 تمام. اهو فتح يا حاجه اهو. أنا آسف والله يا سليم باشا، بس الحاجة عناية ما سابتنيش غير لما حضرتك تفتح. ماشي. الو يا هنيه. معلش راحت عليا نومه. حاضر هكلمه. ماينو، ايه هو انت متاكده ان عادي ان انا اجي كده من غير عزومه وحد يلح ويزن وكده؟ يا اختي ليه؟ فاكره نفسك جايه فرح؟ يا بنتي انا مش خليتها تعزمك، مش كلمتها لك، وبعدين لما تعرفيها هتفهمي انا بقول لك ايه. لما تعرفيها هتقولي لابوكي وامك ايه. زوزو اهلين. وحشتيني. انت كمان حبيبتي. مايو ايه يا مهووشه؟ هتسافري وتروحي فين كده؟ قاعده على قلبك. ده انت سيبك يا مايو حبيبتي. ساره في حد يا حبيبتي يجي عزومه من غير ما يكون معزوم فيها؟ ايه قله القيمه دي يا جماعه؟ بص ايدك صحش كده والله. ابوس ايدك دي بتركب الهوا. ابوس ايدك. اركب الهوا انا؟ ناي انت بتهزري. شبعت خبطتيني. ربنا معاكي يا حبيبتي. امين يا رب. ايه ده فظيعه جدا. سكر قلت لك ما كنتش متخيله. ما بدري انا مكسوفه، اصل انا مقطعه من يوميها. مقطعه مين؟ تنيلي على عينك ده زي القمر طبعا. يا نهار اسود. خلاص انت فضحتينا. في اول مره تشوفي واحد حلو ولا ايه؟ حلو ايه يا عم ده قمر. على فكره لمي نفسك. جاي 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 جاي. سليم أمينة مش كده؟ ساره. ساره سليم. اخيرا يا ساره، دي كانت شايله همك في دهشور اكتر من همها. طيب كويس اني اطمنت عليكي. يلا يلا اقعدي اقعدي جنبي. خليك قاعده. يعني وحشتوني. منال امينه ايه؟ الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله الحمد لله. وحشتيني. وانت كمان حبيبتي. مش عايزه تيجي معايا الهند يا امينه؟ اجي معاكي فين؟ الهند. انا جيت معاكي دهشور، خطوبتي اتفسخت، اروح معاكي الهند هيحصل ايه؟ صحيح على رايك. ايه ده يا امينه، انت فسختي؟ تقريبا. انت تحمدي ربنا انك خلصتي بدري بدري قبل ما تدخلي في جهاز وجواز وطلاق. اوعي تكوني فاكره ان خطيبك كان هياخد خطوه واحده تانيه، مستحيل طبعا. حبيبتي بيبقى بيحب ومتجوز ومخلف، واول ما بيعرف اللي حصل لنا بيجري بيطير. سأليني أنا. غالبا عالية. إيه ده؟ أيوه. ها عرفتي المكان؟ دخلتي؟ أنا؟ فين؟ فين بس؟ فين؟ استنى. أيوه شفتوها. هروح أجيبها. جو. طب كويس. جم اهو. برافو عليكي ان انت عرفتي تجيبيها معاكي. وانا عملت معاها صفقه بقى، هنجيب فراخ من السوق في مقابل ان هي تيجي. برافو يا ناديه، مبسوطه انك جيتي. تعالي. خرجتني اخيرا. سليم اهو. سليم اهو. بص اكلمك بعدين. ماشي. هاي سليم، عامل ايه؟ ازيك؟ الحمد لله. مدام ناديه، احنا اتكلمنا قبل كده في التليفون. اهلا. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت كله كويس؟ تمام جدا. الحمد لله. بقول لك تعالي نروح لزوزو. زوزو هنا اهي. يلا. هنفضل نجري ورا بعض كتير؟ بصراحة أنا ما كنتش عايز أعمل لك مشكلة، وكلمتك بس عشان أطمن عليكي. وأنا ما كنتش عارفة أرد عشان وأنا فهمت وبعدت عشان كنا بعشانات اللي حكوا ليها دلوقتي. خلاص تعالى نقعد سوا، مبقاش في مشكلة عادتنا ممكن تعملها. طب بس عشان ما تضحكيش. ها بس تفضحني؟ أبوس رجلك. لا ولا بلاش، صحيح رجلك لحسن دي من الرايحين. ايه يا عم في ايه؟ هي جت على رجله؟ إذا كان كلنا كده على بعضنا من الرايحين. بقول لك رايحه الهند ابوس البقر. رايحه بقى حبيبتي ولا مش رايحه؟ لا رايحه منك خالص. المهم يا شادي، ابوس ايديكم، ارجع الاقيكم متجوزين ان شاء الله، عرفي اي حاجه اتصرفوا. وانتي ما تضيعيش وقتك في تفكير في بعدين يا ماما، عندك دلوقتي، فكري فيه وعيشيه، اتبسطي كده. حاضر. سليم